عيب على واحد يتنمر عليك. والله سيدي بالشارع هو من العالم يتنمر، بس انا شو اسوي يعني؟ يتنمر علي ليش؟ يعني انا غير مصدر رزق علي، ليش عم ليش تتنمر علي؟ يعني انا هذا رزقي والله العظيم، لو ما رزق علي والله العظيم ما البسه، متحمل الاهانه والغلط من وراء السالفه. انا عندي اهلي، انا معيشهم والله العظيم، العلاجات جاذب بالفلوس، يعني بالشهر 250 والله بس العلاج. الحجيه؟ اي حجيه والدتي وبيبيتي. طيب هذا عملك، كبرت امام اهلك وامام ناسك، ليش؟ لان انت حريص على توصل للعائله والوالده انه رزقهم حلال. وهاي الناس تتنمر ضدك؟ لا والله، هاي الناس على خطأ وانت اللي صح. وهاي العلاجة إذا الناس زبطت نفسها ومن شيرتك إلها، أنا أقول لك هذا فخر، إحنا نعسر نشيلها مكانك ونفرح بها. سجاد سيدي اهلا وسهلا بك. سهلا بك سيدي، فرحان والله اسم شوفك. سمعنا أيوة. صوتك والمناشدة مالتك وصلت للقائد العام للقوات المسلحة استاذ مصطفى الكاظمي، الله يسلمه ويحبه ان شاء الله. طبعا هو فخور وفرحان بيكم انتم اهل الرشاد الحسينية المصر أيوة. العبيدي اي والله سيدي. وحينما تشوف الصعاب مو يكبر عمرك بل يكبر عقلك. صح، هاي العلاقة اللي شايلها انت عيب على واحد يتنمر عليك. والله سيدي بالشارع هو من العالم يتنمر، بس انا شو اسوي يعني؟ لو مو شغل عليها. انت بهذا عملك كبرت امام اهلك وامام ناسك، ليش؟ لان انت حريص على توصل للعائلة والوالدة انه رزقهم حلال، مو صحيح؟ شو اللي اجبرك الى الخروج الى شارع تبيع باروكي؟ مو؟ وهاي الناس تتنمر ضدك؟ لا والله، هاي الناس على خطأ وانت اللي صح. وهاي العلاقة إذا الناس زعلت نفسها ومن شيرتك إلها، أنا أقول لك هذا فخر، إحنا نعسر نشيلها مكانك ونفرح بها، ونفرح بها. رسالتنا أن كل العالم بالشارع يجب أن يحترم الأعمال الحرة، الأعمال الحرة بها كرامة. سيدي والله لو يعني لو قلت لك ما عشت عليها والله العظيم ما أوصل أدرها. استمر بهذه الأعمال، وإحنا ندعم كل شخص يقوم بهذه المهام حتى يعني شلون نقول يأمن ايوه رزق عيشته. أيوة. على اي حال حتى القائد العام هو مع انه هاي المشاريع البسيطه اللي يشؤونها الناس، اليوم العالم راح يشوفك. هلا عمرك سيدي. بهاي العلاقه اللي تنمروا منها ايوه، وبهاي الباروكه اللي حاطها اللي هي مكسب عيشه. أيوة. بالعكس أيوة. هذا الصراع التحدي صح للشباب. شو تقول لهم؟ أنا لقيت فرصة عمل أترزق من عندها وأنا عاونوني حتى أعبر عقبات قادمة أمام طريقي. صح. زين، إحنا وياك كفوك سيدي، إن شاء الله نعالج موضوع بيبيتي ووالدتي اثنيناتهم حنخبر وزارة الصحة. أي والله يأمنون المتطلبات. أيوة. العلاجات راح نصرف لك إياها. الله. وأنت موضوعك أيوة. سيد القائد العام أيضا أوعزي لفاتح الجهات اللي جات اللي تريده اللي قلت له عليه وإن شاء الله يصير. راح اخصص انا مني ضابط خاص بيده ياخذك المكان اللي تريده انت حتى يسوق لك ان شاء الله، حتى تكون العمليه متكامله. ما يسأل شغله حره نظيفه بشرف برفعه راس. اذا تريدني انا اجي للمكان البسطيه اللي تبيع بيها هاي الباروكات هب اجي حتى اوصل رساله حقيقيه للشباب. زين، عندنا هواي شباب ينظر الى فرص عمل. صح، اكو بيهم من يخلق هو الفرصه. صح، بخلق الفرصة تكبر. ترى مو كلهم متنمرين ضدك، بالعكس حكم أن يحبك بهاي الصورة وبهاي الهيئة. أي صح. زين، استمر ببيعة الباروكة الله وإن شاء الله كلها تشتري باروكة. الله يستر عليك سيدي. الله يسلمك يا حبيبي. الله يحفظك.